ينضم إلينا من برلين مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق. عربي، يعني كيف هي الأجواء، أجواء الانتخابات التركية لديك في ألمانيا؟ الكثير يعول على الأعداد الكبيرة الموجودة في ألمانيا. بالتأكيد هناك تقريبا 3 ملايين تركي يعيشون هنا في ألمانيا. الجالية التركية في ألمانيا هي أكبر جالية تركية في الخارج، ولكن المسجلون هنا في ألمانيا تحديدا من لهم حق التصويت من الجالية التركية، نتحدث هنا تحديدا عن تقريبا 1,504,000 مواطن تركي مسموح لهم ولهم حق الانتخاب من بلغ السن الذي يسمح له بحق الانتخاب هنا في ألمانيا. موجود في ألمانيا تقريبا 16 لجنة، منهم القنصلية العامة التركية هنا في العاصمة الألمانية برلين، وباقي اللجان منتشرة في المدن الكبرى هنا في ألمانيا بشكل كامل. ويستطيع الناخب التركي الذهاب إلى هناك لإدلاء بصوته في جولة الإعادة الانتخابات التركية التي ستستمر لمدة 4 أيام. الحقيقة يعني محمد، في الجولة الأولى للانتخابات التركية كان هناك مؤشر ربما من سينتخب الناخب التركي هنا في ألمانيا تحديدا. كما تحدثنا هناك تقريبا 1,500,000 لهم حق التصويت، ولكن في الجولة الأولى الذين قاموا بإدلاء بأصواتهم هم فقط النصف، نتحدث هنا عن 732,000 ناخب تركي فقط من أصل 1,500,000، النصف فقط ذهب وقام بإدلاء بصوته. هو نفس الأمر، نفس العدد تقريبا في الانتخابات الأخيرة التي تمت قبل سنوات أيضا، ولكن نسبة المشاركة تحديدا كما أشرت هي 48.7% في الجولة الأولى. في الجولة الأولى محمد تقريبا رجب طيب أردوغان الرئيس التركي حصل على 65.5% من أصوات الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، وكليجار أغلو حصل على 32.5% من الأصوات. أما المرشحان الآخرين سنان أغلو ومحرم إنجا لم يحصلان تقريبا على 2% فقط من تعداد أصوات الأتراك الموجودين في ألمانيا. بالتالي هو مؤشر يؤكد أن ربما أن الأصوات في الجولة العادة ستذهب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي حصل على 65%، فسوف يذهب الناخبين الذين قاموا بانتخاب رجب طيب أردوغان وأعطاء نفس الأصوات مرة أخرى لرجب طيب أردوغان. لذلك حسب التحليلات التي خرجت هنا في ألمانيا أيضا في وسائل الإعلام الألمانية، ترجح كفة أردوغان في الحصول على أكبر نسبة من الأصوات الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا في جولة الإعادة التي ستستمر خلال 4 أيام القادمة. نعم، لكن عربي، ما هي التوجهات التي تقوم عليها اختيارات الناخبين في ألمانيا؟ كل له اختياره، وبالتالي سيكون لكل من هو موجود على أرض ألمانيا له توجهات في اختيار أحد المرشحين. فما هي هذه التوجهات؟ هل هي توجهات اقتصادية مثلا، أو أنها توجهات قومية كما يقول البعض؟ بالفعل هي توجهات قومية محمد. الحقيقة ألمانيا إلى حد ما الأمر معقد إلى حد ما في ألمانيا. في ألمانيا قدم إلى هنا العمال الأتراك منذ عام 1961 في الاتفاقية التي تمت مع ألمانيا الغربية كعمال في اتفاقيات العمالة التي أبرمت مع ألمانيا الغربية. هذا هو الجيل الأول من الأتراك كبار السن الموجودين هنا في ألمانيا، من المحافظين الذين يعني معروف عنهم هنا في ألمانيا بأنهم محافظين يحاولون لم شمل الأسرة التركية والحفاظ على التراث التركي والعادات والتقاليد التركية، وما لذلك هم محافظين فعلا. كل هذا العدد من كبار السن الأتراك الذين قدموا في السنوات إلى ألمانيا يذهبون بأصواتهم لرجب طيب أردوغان. الأمر مختلف إلى حد ما مع الشباب التركي. الشباب التركي الجيل الثالث والرابع الموجودين هنا في ألمانيا ربما عدد كبير منهم يذهب أيضا ذهب بالفعل إلى كليجار أغلو. الأمر كان مختلفا إلى حد ما، ولكن هي ألمانيا كمحطة معروفة لكل الأتراك في العالم أن معظم الأتراك الموجودين هنا في ألمانيا يذهبون لرجب طيب أردوغان، تحديدا كبار السن الموجودين هنا في ألمانيا. ولكن لو تكلمنا على التحالفات إلى حد ما لا يوجد تحالفات هنا في ألمانيا سياسية، ولكن الأمر يتم بشكل عائلي ربما عائلة مكونة من 14 شخص أو 15 شخص، يكون هناك اتفاق مبدئي بينهم لمن سنعطي أصواتنا في الانتخابات أو الحديث الشخصي بين المواطنين الأتراك هنا في ألمانيا. ولكن تحالفات سياسية كبيرة في ألمانيا لا يوجد هذا الأمر لحد ما، ولكن الأمر يتم على مستوى العائلات التركية فقط هنا في ألمانيا. لكن أسألك عربي أيضا عن التوجه السياسي في ألمانيا، كيف ينظر إلى الانتخابات التركية؟ التوجه السياسي هنا في ألمانيا من ناحية المواطنين الأتراك تحديدا، يعني احنا لو تكلمنا تحديدا عن حزب العدالة، حزب العدالة تحديدا كحزب حصل على 50%، يعني في الجولة الأولى حصل على 50.5%
50% في هذه الانتخابات. في الانتخابات الماضية في عام 2018 حصل على 55.7، لذلك قلت عدد الأصوات التي ذهبت لحزب العدالة بنسبة 5% تقريبا. لذلك ربما في هذه الانتخابات كليجر أغلو لديه بعض الحظوظ القليلة للحصول على مزيد من الأصوات، ولكن الأمر إلى حد ما حسب التحليلات التي ظهرت هنا حتى التحليلات السياسية إلى حد ما محسوم إلى رجب طيب أردوغان في ألمانيا، والموضوع ليه أبعاد يعني سياسية وأبعاد اجتماعية قديمة. دائما ما تذهب الأصوات إلى حزب العدالة وإلى رجب طيب أردوغان في التوجهات السياسية الموجودة هنا في ألمانيا. ولكن أيضا على مستوى التحالفات الانتخابية، التحالف الجمهور حصل على 65.1%، تحالف أمة حصل في الجولة الأولى على 22.1%، وأيضا تحالف العمل حصل على 10%. لذلك تحالف الجمهور حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأيضا الاتحاد الكبير حصل على أكبر نسبة أصوات وهي 65.1%، وهو الرقم ربما المنتظر في هذه الجولة ستستمر لمدة أربعة أيام القادمة وحتى يوم الثلاثاء القادم. عربي، هناك أيضا عدد من النواب في البرلمان الألماني من أصول تركية، هل يمكن أن يكون لهؤلاء دور في حسم جولة الإعادة في الانتخابات التركية، أو أنهم يقومون بتوجيه الناخبين الأتراك إلى مرشح بعينه في هذه الانتخابات؟ الحقيقة يعني هذا الأمر تحديدا غاية في الأهمية محمد، لأن معظم النواب الموجودين، النواب الأتراك من أصل تركي الموجودين تحت قبة البرلمان الألماني البوندستاغ، ربما معظم من المعارضين إلى النظام التركي بشكل كبير. وهناك أسماء مشهورة جدا هنا في ألمانيا من نواب الأتراك الموجودين تحت قبة البرلمان الألماني البوندستاغ، لذلك ربما عملية توجيه الناخبين الأتراك لانتخاب شخص بعينه تتم ربما من بعض السياسيين من أصل تركي الموجودين في الأحزاب الألمانية والذين لديهم يعني نشاط سياسي في بعض الأحزاب الألمانية في بعض المدن. ولكن لو تكلمنا على البرلمان الألماني البوندستاغ، إلى حد ما ربما لا يوجد يعني توجهات معينة من بعض أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ الذين لهم أصل تركي من دفع بعض المواطنين الأتراك لانتخاب شخص بعينه، ولكن هناك أشخاص أتراك يعملون في الأحزاب الألمانية من أصل تركي هم معروفين بالطبع بتوجههم السياسي سواء لرجب طيب أردوغان أو إلى شخص آخر، ويحصلون المواطنين الأتراك دائما، وهو ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي أيضا سبقت الجولة الأولى من الانتخابات التركية هنا في ألمانيا كانت هناك بعض الجلسات التي تم الإعلان عنها من بعض السياسيين الألمان من أصل تركي التي تمت مع العائلات الكبيرة التركية بأنه يجب أن يذهبوا إلى شخص معين لإدلاء بأصواتهم. يعني كما ذكرت في البداية الأمر مرتبط بالعائلات، لذلك يذهب أحد السياسيين الألمان من أصل تركي إلى عائلة ربما تركية هنا في برلين مكونة ربما من 200 شخص، ويقوم بالترويج لمرشح بعينه بأن هو في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصعبة في العالم يجب أن تذهبون إلى هذا الشخص. عربي، ذكرت أن هناك 832 ألف ناخب تركي في ألمانيا قاموا بالمشاركة في عملية التصويت في الجولة الأولى، هل من المتوقع أن يكون العدد مماثل أو حتى يزداد في هذه الجولة؟ الحقيقة من المتوقع بالفعل، يعني حسب التحليلات التي خرجت من المتوقع أن نفس العدد هو الذي سيذهب خلال الأربعة أيام القادمة للإدلاء بصوته، كما ذكرت تقريبا أكثر من 800 ألف هو نفس العدد. دائما عندما تكون هناك انتخابات تركية رئاسية أو برلمانية في ألمانيا نفس العدد تقريبا هو الذي يذهب من ما بين 700 ألف و 800 ألف، حتى في جولات الإعادة هو نفس العدد. لذلك يعني حتى التحليلات التي ظهرت هنا في ألمانيا نفس العدد سوف يذهب إلى الإدلاء بصوته. وتكلموا أيضا عن الحظوظ ربما كليجار أغلو خلال الفترة الماضية وعملية الترويج التي قام بها، ربما سيحصل من نسبة 32% ربما سيصل إلى 36% في جولة الإعادة، ولكن كفة الميزان ربما ستذهب إلى رجب طيب أردوغان في هذه الجولة. نعم، كان هناك توجيه لنداءات من جانب المرشحين في هذه الانتخابات للمواطنين الأتراك في الخارج، هل كان هناك أثر لهذه الدعاية أو هذه النداءات التي خرجت من المرشحين إلى الأتراك في الخارج ربما تحفزهم على المشاركة في هذه الانتخابات، أو أيضا ربما تكون هناك وعود للأتراك في الخارج تدعمهم أو تجعلهم يسارعون في المشاركة لهذه الانتخابات؟ هيا محمد، أنا تكلمت تحديدا مع عدد من الأتراك سواء شباب أو سواء كبار السن، أعرفهم بشكل شخصي هنا في ألمانيا، وكان هناك عددا منهم متأثر إلى حد ما بالكلمات التي قالها يعني كليجار أغلو خلال الأيام التي سبقت الجولة الأولى في الانتخابات، بأن هناك يجب أن يتم تغيير
يكون هناك دما جديدا. الاقتصاد التركي منهار إلى حد ما ويحتاج إلى شخص جديد. تركيا تحتاج إلى تحالفات جديدة عالمية وما إلى ذلك لإنقاذ تركيا من الوضع الراهن. لذلك كان هناك عددا من الشباب تحديدا وليس من كبار السن كانوا متأثرين بهذه الكلمات، ولكن كبار السن هنا في ألمانيا متأثرين بشكل كامل، ربما هم يعني لا يسمعون إلى حد ما إلى ما يقوله أردوغان، ولكن هم يذهبون بشكل كامل إلى إدلاء بصوتهم إلى صالح أردوغان. هو الجيل الذي جاء لهنا في الستينيات هنا في ألمانيا وما زالوا موجودين وخرجوا على المعاش وما إلى ذلك، ولكن هم متأثرين، هذه الفئة تحديدا من كبار السن الأتراك هنا في ألمانيا معروفين أنهم متأثرين دائما بما يقول رجب طيب أردوغان على القومية التركية والاقتصاد التركي وما إلى ذلك، ولكن فئة الشباب الآن أصبحت مختلفة إلى حد ما بسبب يعني كاليجار أغلو، ربما حتى هذه اللحظة تحدث مفاجأة في الجولة في جولة الإعادة، ولكن حتى هذه اللحظة كل التحليلات تذهب إلى رجب طيب أردوغان. نعم عربي، سنتابع معك خلال تغطياتنا اللاحقة تطورات وعملية الانتخابات في جولة الإعادة في تركيا. أشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق من العاصمة الألمانية برلين.